السلام عليكم. هذا صندوق لانجستروث، قمت بوضع الباب، يعني الإطارات توضع عرضيا وليس بالطول مع الباب إن شاء الله. هذه تجربة فقط، نجربها ونشوف النحل هل يتطور بسرعة كبيرة أو نفس إذا كانت الإطارات بنفس الوضعية تاع لانجستروث ومع تغيير وضعية الإطارات في هذا الصندوق، سنرى الاختلاف عند النحل إن شاء الله. ما رأيكم؟ كل واحد يعطينا رأيه. هي الإطارات، الباب كان من في هذا المكان، أرجعته هنا في العرض. هذا هو الصندوق. تجربة فقط، إن شاء الله تكون ناجحة. يعني النحل أو باب الصندوق أصبح في الجهة أو الطرف بالعرض. إطار، يعني النحل لما يدخل في الباب يقابل مباشرة الشمع. هذه هي الفكرة، إن شاء الله تكون ناجحة. إلى اللقاء.